حريق يعاوده المنام الإمام والشوق يعتبر الهجوم حراما ما كان شوقا للغواني والصبا لكن تشوق للنبي فيها هذا جمع محلي مناطق المملكه الله يعافيك من جازان من المدينه من ينبع من ام لوج من رابغ من مستوره يعني من الطائف من مكه من جده جميع المناطق سلمك الله اللي رحنا لها وزرناها ويعني وما قصروا معنا وانتم كذلك يعني الله يبين العافيه والساعه المباركه اللي شرفت فيها الله يبارك فيكم هذا فضل الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يكتب اجركم جماعه رب البلد الطيبه ولا يا مرحبا عدد هم الخيال على الكرامة والنبا والكيف في صفر الدلال جيت على عز وكرامة عند دسمين السبال من ماضي الهجرة وحاضرها يمدون الجزيل بدايت باسم في قاريه ومعيد ومعيد أردد الأمثال في علم توكيد المال ينفع للعيال المراشيد والكل شان للي تقل المعاني والكل شان قال المهعواني والباب جه الخالق اللي خلقني يا ربي لي مني طلبت رزقني اللي بتدبيره يفقر ويغني يشكرك عبد في حياة انت ماشيه ويا شكرك يا عبد نبي حياة انت ماشي الأول يا للوفا صلوا على سيد البشر واللي بعد نبدي بذكر الله على من هو حضر المسلمين بخير والدنيا لها بطن وظهر والمؤمنين اللي على التقوى نضاف قلوبها شوف المخاليب انسوا جن باللحن باللحن جيبه شوف المطر يبتدي قطره يقولك لحنها لا شك كل البصايد فن واحلى فنون الشعر كسر جوني بمال الشيري فالميت بقرانه يغني كبيت مال الشيري فوق التناجع نظامي قالوا بلك الكبر قلت الكبر ما بشكاوي لجل اني شوفي حوادي دولا تجودني عظامي قالوا بالك الهوى قلت الهوى قمنا معالي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. على
أو سلك طريق البيت 70 نبيا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان ذهابا وإيابا 9 مرات. وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بين الحيان، وأيضا عندما جاء إلى عمرة ولم يعتبر عهدة في صلح الحديبية كانت مرة، والمرة التي بعدها كانت في عمرة القضاء. ثم مرة جاء مرة أخرى عندما جاء إلى فتح مكة، ثم جاء مرة أخرى عندما جاء إلى حجة الوداع. هذه في طريق درب الأنبياء نتعرف عليها بعد قليل مع الزملاء جزاهم الله خير. طبعا المكان احنا في هذا يطلق عليه الكديد، كديد المكان الواسع. في هذا المكان حصلت فيها حادثتان، الاولى في فتح مكه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينه، كان قد قدم في شهر رمضان ووقتها كان صائم. فلما وصل الى الكديد أخبروا أصحابه وقالوا يا رسول الله أنت نبي وأعطاك الله من قوة، لكن الصحابة أهلكم العطش. فأول ما استنت سنة الإفطار في السفر في هذا المكان اسم الكديد. الحادثة الثانية وهي سرية من السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة غالب الكناني، وهذا الجبل كانوا اللي يجي من مكة أو عفوا يجي من المدينة كانوا إذا وصلوا عين البزيع يتواردون الكلام على أنهم يلتقون في هذا المكان في القرب من جبل جمدان. أولا في سوق، وثاني حاجة تباركا بالجبل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الحكام الدولة العثمانية أو حكام السلاطين المسلمين كانوا إذا جاءوا إلى 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 هذا المكان يعسكرون هنا لتنظيف طريق الثنية لفت. بعد شوي حنمرها إن شاء الله، يعني يجلسون في هذا المكان باعتبار فيه مكان حركة بيع وشراء، ويرسلون الرجال إلى الطريق لتنظيف الطريق وتهيئته للحركة. هذه الثنية سموها ثنية الجيش، وهذه الثنية ذكر عنها وعورة الطريق وصعوبة اجتيازها على الرجال والجمال. هذا هو الطريق الرئيسي من البشرية، لذلك الأنبياء 70 نبي مروا من هنا، 70 نبي مروا مع هذا الطريق. نعم مروا من هنا، وهذا اللي قبل النبي هاشم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله. بركه ما عندك لاقي فايده، برك زواج. هذه ثنيه هرشه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه ثنيه هرشه، قال كاني بيونس عليه السلام من الثنيه على جمل ادهم خطامه من صوف يلبس جبه حمراء متجها الى مكه ملبيا بالحج. طبعا دون ثنية هرشة اللي هو خيمة المعبد، يعني لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم مر على المعبد؟ لأنها كانت خيمتها خيمة كالمحطة التي تزود بها أهل الطريق. فدائما الناس اللي تمشي من مكة المدينة كانت تمر على خيمة المعبد تتزود منها. المحطات اللي هي التي يتنقل فيها أهل القوافل والحجاج يتنقلون من مكة إلى النورية، هذه المحطة الأولى، ثم من النورية إلى الجموم المحطة الثانية، ثم إلى عسفان المحطة الثالثة، ثم إلى هذه الثنية المحطة الرابعة، ثم إلى هرشة المحطة الخامسة، ثم إلى الجحفة المحطة السابعة، ويمشون حتى يصل المدينة. محطات الثنية، هذه ثنية الجيش هي على طرف الطريق. هذا الطريق مقسوم قسمين الآن، قسم لو تشاهد تلاحظه اللي جاي يكون للجمال المحملة، واللي بعدها الجمال اللي عليها اللي ما عليها شيء. في غرب السوق، غرب الثنية عفوا المسجد، هنا كان في سوق اسمه سوق الثنية، سوق كان الناس تأتي وتتبضع منه. قتل فيه أحد شجعان العرب اللي هو ربيعة بن مكدم الكناني، قتل غدرا.
مكان آخر الأصلية الجميلة ما شاء الله أصطب الخيول. كيف لا انا ما بدي اياك يا اخي.